تحية طيبة وبعد لمشاهدي صوت بيروت انترناشونال وصفحة بيروت سيتي عبر فيسبوك. معكم عبد الله بعلبكي من المصنع أمام الحدود اللبنانية السورية اللي عم بتشوفوها عبر هيدي اللقطات المباشرة لصالح صوت بيروت انترناشونال. بهيدا البث المباشر رح نعرض مشهد الحدود اللبنانية السورية ورح نعرض لكم حركة السير باتجاه الأراضي السورية بعد قرار الدولة اللبنانية اللي أعلنه وزير الشؤون الاجتماعية الوزير هكتور حجار بترحيل السوريين اللي دخلوا خلصة إلى لبنان، أي السوريين المخالفين، وأعطى أيضا الجمعيات الأممية مدة أسبوع لتسليم داتا جميع المقيمين السوريين على الأراضي اللبنانية. هيدا المشهد أمامنا وهيدي حركة السير اللي عم نعرضها بهيدي اللقطات المباشرة، وللأمام منصير قدام الحدود اللبنانية السورية وتبدو الأجواء عادية جدا. وهيدا اللي رأبناه من مبارح لليوم مشاهدينا الكرام، يعني ما في ازدحام كبير للسيارات. رح نسأل شوي بعض المواطنين يعطيكم العافية، كيف حركة السير من مبارح لليوم كانت على الحدود؟ خفيفة والله. خفيفة مثل الأيام السابقة أو حتى أخف من الأيام السابقة؟ أخف من الأيام السابقة تحديدا من امبارح لليوم، يعني ما كان في كتير سيارات مارقة، تقريبا من نصف رمضان يعني خفيف الحركة. نعم، حركة من سوريا إلى لبنان ومن لبنان إلى سوريا خفيفة. ايه نفس الشيء بالاتجاهين. بالاتجاهين خفيفة. نعم. وحضرتك كيف لاحظت حركة السير؟ والله حضرتك عندك سيارة بتوصل الزبائن إلى سوريا. نعم. ما كان في طلبات من الزبائن كتير؟ كان السابق كان بارح. ولا مبارح واليوم عم نطلع فاضيين ونرجع فاضيين. الأمور صعبة شوي، يعني تحديدا ما كان في زبائن سوريين عم بيرجعوا مبارح واليوم تحديدا بهاليومين. كان في بس أخي الوضع صار شوي صعب. نعم الوضع صعب شوي. شكرا جزيلا لك ويعطيك ألف عافية. مشاهدينا رح نتابع معكم نقل المشهد ورح نقترب أكثر من الحدود اللبنانية السورية. حركة السير جدا طبيعية، لا بل خجولة جدا من امبارح لليوم، حتى عم نسمع هالشي من المواطنين من أصحاب السيارات العمومية اللي بيدخلوا بشكل معتاد الأراضي السورية. عم بيقولونا ما في زبائن ما في ركاب. منذكر أنه نحن صرنا كتير قراب من الحدود اللبنانية السورية، وهيدا المشهد المباشر من منطقة المصنع لنشوف كيف حركة السير بعد القرار اللي أصدرته الدولة اللبنانية بترحيل السوريين المخالفين اللي دخلوا خلصة إلى الأراضي اللبنانية. عفوا، الوضع عادي جدا. عم بتشوفوا معنا المشهد، رح نقرب أكثر مشاهدينا الكرام، رح نوصل للأخير، بس رح نجرب ناخذ رأي مواطن آخر. يعطيك العافية. سؤال واحد، حركة السير مبارح واليوم كيف كانت هون على هالشارع؟ خفيفة مثل العادة. زادت خفت؟ خفت عن قبل. نعم ما في حركة للسيارات، سيارات التاكسيات العمومية قليل جدا. قليل جدا خيو، ما في والله ما في حدا. نعم شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية. يعطيكم العافية. كيف حركة السير كانت من مبارح لليوم على هالشارع أو بهالشارع؟ بس كلمة واحدة، منيحة خفيفة. خفيفة عم بيقولوا لنا مشاهدينا الكرام، وهيدا عم نترجمه حتى لقلكن بالصورة. نحن هلأ بتمام الساعة 23 دقيقة بتوقيت بيروت. كيف حركة السير من مبارح لليوم؟ خلونا ناخد رأي مواطن آخر. حركة السير بهالشارع، شارع الحدودي، كيف كانت من امبارح لليوم؟ عادي مش ملاحظين. عادي احنا مش ما صار في تقدم شوي بعدد السيارات بعدد الناس اللي عم بيفوتوا على سوريا مثلا؟ عادي ملاحظين عادي، ما فيش انه هاي الليك السيارات هون على الحدود. نعم. هيك تقريبا هيك على طول دائما، ما في اي تغير بالمشهد. ما لاحظنا. لا نعم شكرا لك ويعطيك الف عافيه. رح نتابع معكم مشاهدينا هيدا الجوله. منذكر نحن عم ننقل لكم هيدا البث المباشر من المصنع بالقرب من الحدود اللبنانية السورية. حركة السير خجولة جدا بالاتجاهين،
لكن احنا عم نصير باتجاه السيارات الذاهبة الى سوريا. هون عم نحس كل ما اقتربنا انه عدد السيارات عم بيقلوا. شوف مواطن اخر ممكن يخبرنا. يعطيك العافية، كيف حركة السير كانت امبارح واليوم على هيدا الطريق؟ خفيفة بالعادة، بتكون خفيفة او خفت هلأ كمان؟ بتقوى وبتخف دائما. ايه ممكن تكون اقوى من اليومين اللي احنا فيه. ايه هلأ اسا عم بتخبوا عقل السوريين انه عم بيقولوا بدوا لقطوهن وكشوهن. ايه عم بتخبوا، عم بيتخبوا؟ عم بتخبوا مش ما لقطوهن شو كشوهن. يعني في كتير داخلين خلصة. ايه عم بينضبوا بزعني مش الدوريات على ما طلعتوا. شكرا جزيلا لك ويعطيك الف عافية. رح نتابع معكم مشاهدينا نقل المشهد. هيدا اللقطات كلها لصالح صوت بيروت انترناشونال بيروت سيتي. عم تراقبوا معنا حركة السير من بعد يوم تقريبا على قرار الدولة اللبنانية بترحيل السوريين المخالفين. يعطيك العافية، كيف حركة السير كانت امبارح واليوم؟ منيحة او مش منيحة؟ عادية عم بقلها. يعطيكم العافية. حركة السير على هيدا الخط امبارح واليوم كيف كانت؟ منيحة، خجولة، أقل من العادة، أكثر من العادة؟ منيحة منيحة، كل الأيام حلوة، كل أيام فيها شغل هالأيام. في كتير سيارات كنت رايحة على سوريا امبارح واليوم أو لا؟ عم بيروحوا كتير إيه، بس معظمها إنه سيارات تاكسيات بتاكسوا بياخذوا بضاعة بيجي وبيرجع. مثل الأيام العادية؟ كل الأيام إيه مثل بعضها تقريبا. بس صار في تغيير شوي يعني من بعد قرار الدولة اللبنانية بترحيل السوريين المخالفين. زادت شوي بس اجمالا اللي عم بيتاجروا يوميا هن بيجوا. بس هو عم تقولوا لي زاد شوي، كنا عم نعرض المشهد هلا بشكل مباشر ما في سيارات كثيره، يعني حتى سالنا المواطنين قبل عملونا الحركه عاديه جدا. حركه عاد هلا في ناس عندها رزقه بيشوفوا شغل، ناس ما بيشوفوا شغل، بس معظم العالم عم بيفلوا على سوريا بيهربوا من الجبل من هون. اه عبر التهريب ما بيطلعوا على الامن العام. الامن العام واقف، هن بيمروا على الجبل ما مرق عليهم. بس نشرح للمشاهدين اي طريق عم تحكي عنه اللي بيمروا منه. هون هون وين بدنا نقعد؟ الجبل هي كله بيطلع من هيدا الجبل اللي عارضينه هلا. ايه بدي عزبك تقرب شوي. شايف التلي هون؟ هون في بوابه بيطلعوا منها هيك ماشي، بيقطعوا امن العام. نعم. ايه وبيضلوا ماشيين، بس بالسيارة ما بيطلعوا هن قانوني من هون. كله من هون على جنب. نعم، شكرا جزيلا لك ويعطيك الف عافية. مشاهدينا رح نتابع نقل المشهد معكم. يعطيك العافية. حركة السير كيف من امبارح لليوم؟ ماشي حالة عادية. عادية يعني ما صار في أي تقدم بالمشهد أو تراجع من حيث عدد السيارات اللي رايحة على سوريا أو لا؟ ما في أبدا، ما في. نفس الشيء بعده من امبارح. نعم، شكرا جزيلا. يعني طالع عنده شغل فوق أو طالع يكزدر طالع. هي هاي هي هاي هي المشهد ذاته يعني. شكرا جزيلا لك. رح نقترب مشاهدينا اكثر. يلا عم نقترب اكثر من الحدود اللبنانية السورية. معظم الاراء للمواطنين او الصادرة عن المواطنين قالت انه الحركة عادية، يعني هالحركة بيشوفوها كل يوم، ما صار في أي تغيير بالمشهد بعد قرار الدولة اللبنانية. رح نتابع معكم نقل المشهد. شباب كيف حركة السير اليوم ومبارح هون؟ يعني عادية أقل من عادية؟ عادية يعني كل الأراء عم بتقول إنه الحركة عادية. صرنا كتير قراب، بين معنا مركز المصنع الحدودي. يعطيك العافية.
كيف حركة السير مبارح واليوم؟ عادية؟ كل يوم منشوف هيك؟ ما في أي تغيير؟ لا 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 لا، ما في أي شيء، كل شيء طبيعي. اللي رايحين على سوريا بالعادة بيكون هيك عددهم، يعني ما في سيارات إضافية؟ بصير في زحمة أيام لا. نعم نعم. شكرا جزيلا لك ويعطيك ألف عافية. صرنا أقرب من المركز. صار جدا قريب. إذا هيدا هو المشهد، ما في سيارات، ما في حركة، والسير طبيعي جدا، لا بل حركة السير خجولة جدا. من أمام المصنع الحدود اللبنانية السورية، شكرا على حسن المشاهدة، كان معكم عبدالله بعلبكي.